كل يوم بعد نشرة الأخبار المسائية على الام تي في رح تتابعوا برنامج المقالب الرمادية المحبوب كتير هاني في الأدغال يلي عم بيقدمه الفنان المصري هاني رمزي رح يعمل مقالب بنجوم مصر ونجوم عرب ورح تقدروا تتابعوا شو رح يصير فيهم بأدغال أفريقيا. في برنامج تاني للمقالب عم نعرضه على الام تي في وهو عيش وكل غيره مع كميل رح نحضر مقطع صغير منه. ايه ما اجوا قوصوا على البيت قوصوا على البيت وصابوا جارتي تحت صابوها ببطنها. لا مش خايفين انا ابدا بجوني هون. مرحبا كيفك هون شو هون؟ هون جوني الشير. نعم جوني الشير هون محل ما انا موجود هلا مسنكة الشير. انا مسنكة الشير لو 50 واحد نطلهم انا راسهم بكسره. لو 200 واحد انا عم بقول لك موصين جارتي خيي بطني علقت انا وياهم. لا يا خيي لا الله ما عليك انا اعتقل يا خيي روح من هون. لحظه يا خيي يا خيي ما بدي تحكي مع حدا حل حبلك انا ما تشبسش المحل يا خيي. لحظه يا خيي ما بتشبس المحل قصه ما فيها سوء تفاهم. ما في تفاهم يا خيي ما في تفاهم روح من هون. طيب طيب خلص خلص طيب خلص 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 الو خلص خلص بالشير بالشير خلص ايه طيب في العنا نرد عليك روح من هون. خلص في الليل خيي في الليل خيي فرح العنا في الليل خلص جابك لينا ايه طيب. الخماسية الثانية من صرخة روح قلوب لا تعرف الحب رح تبلش نهار التنين وفيكم تتابعوها من التنين للأحد على الساعة 10:30 المساء. أما أضخم الإنتاجات الدرامية وأجملها خلال رمضان المبارك أكيد بتتابعوها على الإم تي في ومنها يا ريت من بطولة ماكسيم خليل ماجي بغصن قيس الشيخ نجيب باملا الكيك منى واصف وسام حنا جوت راد هاني عادل وجوزيف بو نصار. قصة حب شيئة وأحداث متسارعة بقصة وسيناريو لكلوديا مارشاليون وإخراج فيليب أسمر كمان من التنين للأحد ولكن الساعة 9:30 رح نتابع جزء من يا ريت. جوز تقولي عن الشي اللي بتقوله هلا كل شيء بس أنا حسيتني أنا بعرفك من زمان. بعرف إنه هذا الشي اللي عم نعمله كتير غلط بس أنا ما عم بقدر ما عم بقدر ما أضل طلع بعيونك. يمكن ما تصدقي الشي اللي رح أقوله هلا بس وقت شفتك رايحين انت ووسام انا غرت. ايه غرت. خلص اياد خلص بليز خلص غلط. اللي عم نعمله اكيد غلط. بعرف انه اللي عم نعمله غلط بس اللي متاكد منه انه رح يكون احلى غلطه بعمري كله. بعد وقفه سريعه رح تلاقيكم رولا بفقره ان تاون.